عندنا بلاير 1 جالكسي ضد سعود ساموس. هذا وش اللوزر ايش؟ اللوزر لحظه اللوزر الله يسلم لوزر كوارتر ولا كوارتر ولا لوزر 7؟ انا قاعد افتح ال شو عيل لوزر كابيت وين نزل؟ اوه خلاص بيقول كابتن مصلحه وهذا زين. طيب رجعنا على مرة نشوف الليد مره كبير عند سعود والنير ما تاخذها بس قريبه. عاد سعود قبل يقول انا ما عندي مشكله باري اي احد في الخليج الا اثنين اللي سعود ساموس وبلاستر بوي يقول هاثنين يعقدون لي. فقاعدين نشوف الليد اللي عند سعود حلو من سعود بنش للجمب نزل تحته وراح سوى الاب تلت تسوي لو بروفايل مالتي هيت وكل موف قرتينا عندها باتل مره كويسه مره كويسه و... لا ود... و... هو ضد باتل دوستو جالكسي خسر من باي وسعود من نبته ايه اب سماش ويس بانش على طول من سعود حلو الفير من جالكسي سعود تحكم بالمباراة ايه مرة عنده ليد الحين كبير سوى دراج داون حلو البانش جاب لوك داش اتاك انا ما اعرف صراحه هي عندها دنديت تسوي في سماش ولا لا ما ظنيت فيها الرفلكت انا قاعد اشوف ليش قالك سبحان يقول اني ما احب السعود والبلاستر بوي كل الاثنين يعاني ضدهم كثير والسعود الحين عنده ليد سعود حاول يصرفه هذه مشكله يعني حتى شفنا في جيم جالكسي ضد فاي مهما كان يلعب كويس جول ستيج الريكفري حق كلاود تعبان وقاعدين يسوون اكسبلويت كثير كثير كثر ما اللاعب يعرف الماتشب احسن الريكفري يكون اخف ايه نشوف حلو يا اخي شوف سعود حافظ جالكسي اوكي خذ ستوك مو بنت اللي بتسوي اعطاه ليمت اب بي اخفي الستوك حلو الجراب قاعد يفكر بالفير قاعد يفكر يا اخي مستق سريع سريع يا ابو الفير باكسرو صعب الوضع في صعب سوى اير دوج عشان يبعد من النوترال بي بس في نفس الوقت ما عاد صار يمدير اول جيم بسرعه راح لسعود شوف سعود جالكسي يفكر بالستيج الفايز من هذول بباري شيبا شيبا اوكي ما في تغيير شخصيات ساعتقد الستيج غير نشوف سعود شو اوكي في تاون سيتي الحين راح تاون سيتي ستيج اوسع بكثير شو اسمه كلاود يقدر ياخذ راحته نشوف دبل سايد بي 44 دمج 44 دمج على السريع هو صار الكلاود يستخدمون السايد بي اول نقول ريسكي مو ولا احد يسويها الحين يعني حتى لو تشوف سبارجو طيب خليني اكمل شوف شوف جالكسي لو تشوف على الكاميرا راح مسك يبي يطق بس زي ما قلت صار يسوونها ميكس اب انك تضرب اول ضربتين وتوقف لانه صعب انت ما تدري هل الكلاود بيكمل او لا فهو ميكس اب جدا حلو بالسايد بي للكلاود شوفه يستخدمه كثير ام دقيقه يا اخي خوف والله العظيم جالكسي ابدا مو قادر يلقى الفوتنج حقه اللي تعودنا منه في هالجيم العاده حتى يوم يخسر حتى يوم شفناه خسر ضد فاي كان ماسك النوترا على الاقل بس فاي يعني ما شاء الله بالكومبو واحد وكومبوين ياخذ الستوك بس الان ما نشوف النوترا خسران شوف راح الليمت كامل بدون ما يستخدمه حلوه لو بسماش باد دي اي من سعود معناته نسيت المفروض ما تقتل
باد دي اي خلته ياخذ. والحين نبدا نشوف سانز اوف لايز عند جالكسي. نشوف اذا بيروم ياخذ حصل دمج لو ما يخسر ستوك. جاب ياخذ كل ترتي بس كلا ربدا. شوف جالكسي حصل شويه دمج وحصل وصل 70. اوه ابي بانش ملا ما شفنا بانش. والباك رو تاخذ الستوك. تاونا سيتي سايز ماله شويه صغيره. فنشوف ان اوه الدفع شوف ان سعود مع انه فايز لازم احس انه احسن لنا يخلص الجيم الحين بدل ما يصيرون لاست اوف. اوه ماش ما تذبح هالمره. تفنش عليها حلوه. قرا المكسب سعود. اوه الجراب يخوف مع ليمت. مع ليمت عنده ليمت كان مات. سلوكينج تاور سعود دومينيتنج. بعدين نشوف سعود ثاني على الاقيام. هل هو اخيرا حمل انه جيمه اللي شفناه في لونر ضد نبته؟ بعدين حتى جيمه ضد نايت كان وش اسمه كان ما هو كان صعب عليه ضد نايت مليان فاز اخر ستوب في جيم 5. الحين قاعد اشوف كومبليت دومينيشن من سعود. نشوف اذا جالكسي يفكر بالستيج يفكر بالكاركتر يفكر تحكم معي. الله برجع بيسوي التحكم عشان باوزر. قالت له تعالي سعود وقال الباوزر بيرجع. اللي ما يعرف جالكسي قبل لا يمسك كلاود اول ما رجع يعني وصار كان يلعب على الخفيف من بعد دراسته جاء كم بطولة وطلع علينا باوزر من ولا شيء وجاب نتاج اسطورية خصوصا في الكويت. كان مسوي دامنيت للكويت كل ما يرجع للكويت بالباوزر يفوز. بعدين حول شو اسمه كروم ما نفع على الستريم الثانية سيلعبون جيم 5. الحين بعد عندنا جانا خبر من الاسطورة تريبل اي الاسطورة الاسطورة قال لنا نامو وعلي جيم 5 في السكند ستريم. اللي متحمس يشوف هالمباراة يروح حول على الستريم الثاني. انهم متحمسين في جيم 5 لو تشوفون وجيههم مركزين تركيز قوي. ونشوف فالحين عندنا هل بيرجع الباوزر لان الباوزر كان مرعب بالكويت. الباوزر شكله بيرجع. هذا هو الباوزر رجع شاف ان كلاود ما نفع اخذ الباوزر. بنشوف اذا بيستوي مع ان يعني الماتش اب ترى مو بكويس. الماتش اب البالوتينا ابدا يعني تقدر تلقى من هالجراب. شوف 33 46 لان باوزر كومبو فود على طول بس انه تلبس شيلده او بس رجع على طول. احرق بنترول بي رجع الدمج 77 من ادجارد واحد للحين برا. سعود في موقف وهذا سايد بي الجراب قصدي ما جت ما سبوت دوج داون تلت ما صادت تايم كان غلط. النير نايس جراب سبوت دوج نشوف نيتر بي لا ما شفنا. اوه يكتب فريم الباوزر. الباوزر رجع يا اخي من زمان عن باوزر بو شاهين. الحين جالكسي يا الله او ماي جاد الدمج بياخذ حد 30 دمج. الباوزر قاعدين نشوف انه از بينج اوف بينج اوف انتل ناو. نشوف اذا بيكون في ادابتيشن من سعود ولا الباوزر يسوي سويب. شوف قاعد يلعب ما عنده اي ريزن تو بروش قاعد يحاول يسوي روف بانش بس انخبط من اخر هيت من النوترال اير. الابتلت بس انه ما يقتل ثقيل الحين هذا بيموت. حلو صراحه انا يعجبني في سعود حاليا انه قاعد يمسك كل جمب او كل اير دوج حتى عالي في الهواء بالابير ويسوي جاجل مره ممتاز قاعد يقتل. باوزر امسك بالنير بيدمج كثير دمج الباك الحين رجع تقريبا الجيم ايفن. لو يوه تشيل شويه زياده وحصل ابي قول الباك تغلب الابي. شوف
حلوة الأبي أوت أوف شيلد، لا تلمس شيلد، تلمس حركات هذا. أوه الباكير كانت فكرتها حلوة بس إنه ضيع شوي. نايس الداون إير أخرته في الهواء فما جت عليه الأبير. وال داون تيل في الدرين سيك وايد خوف على الليج حسين ضد الهبيز عشان ترمب تحصل أي شيء منه. إيه حلوة صايد بي الدي آي كان غلط بغى يموت. حلوة الأبي يطلع منها يطلع من بشر كامل ستيكي بلاتفورم شفا زين وايد حق الساي بي. مسكها باك ثرو طلعها برا الحين البرسنت ايفن. حلو الجارد من جالكسي على طول البازر هذا اكتب من الداون سماش ركز لها رجع اردوج على هذا الحين نشوف ما اخذ ال هي داونر بس سوى له بانش على الهيت ما شوف ده. اوه باكر اللي الجتاك ما نفعت معه تبنش منها من سعود كان سبيسنج حلو منه الحين جاب. اوه قاعد اسمع نام وسك. اوه لف سماش من ولا مكان احرق الحين بالفاير ناط بدا يعطيه النير بدينا 33 43 الجاجل 54 اوكي الحين يرجع رجع مسكها بالنير 64 نايس هاي ريكفري من جالكسي يطلع منها بس ما سوى تيك والحين البرسنتج ليد عند سعود مع انه باوزر ثقيل. حلو الحين النار دمج مره عالي وصل 105 الفاير بريث نايس استنى سبوت دوج اب سماش خبط الهيت الثاني ما جت الباك اي بسرعه رماه وال اوكي انا قاعد اسمع هناك ضربه ضربه ما ادري صح من فاز شيبا اوكي شكل علي اللي فاز علي فاز علي ضد علي فاز علي فاز بنشوفه يمكن ضد نبتة. اوه اوكي هذا بيكون ضد نبتة المباراة بتكون قوية صراحة. الحين البازر شفنا بيد اوف اخذ اول جيم بس اول تسام جيب لي موية نشوف الكونتر كود نفس ما قلت يحب بي اس 2 يحب بي اس 2 افضل ستيج عندك في بي اس 2 هالستيج ما اعرف اذا زين حق باوزر ولا لا بس النيرز تشتغل. اوه حلوه الداش باك وبعدين مسكها جراب رماه على ورا معني اشوف المدربين بيستوي على بانش لا ما سوى ما يقدر ما يقدر عشان الشيل. اوه حصل له دامج حلو نشوف القتا بتاك ما ينفع ما قاعد تشتغل ما قاعد تشتغل بس جالكسي قاعد تسويها كثير. اوه الداون اير كانت تخوف سايد بي ما جت اوكي نايس بانش رماه برا طلع برا استناه حلو الجمب يا ونشوف اوه احاول يسوي ريد للابس ما شو اسمه الابدي اوه اوكي اوه سايد بي نايس قاعد يمسك طلع برا المهم نرجع المباراة نشوف ايه في تقريبا ركض عليه عد باوزر هذي سريع هو اسرع هذي ركض عليه بسرعة خيالية مسكه وما ضرب بس هذي اتوقع نتوقع الرمال بس انا سواه بدري. اوكي نبدأ بالابثروز واحد سوى وث للفير تبنش عليها بالابير اوه وايد خوف مسكها مرة ثانية يا أخي لما تشوف هذي سريع قاعد يشيلك من جهة لجهة هو أعتقد باوزر من أسرع الهذي إيه هو أسرع هذي إذا ما حسبنا كازيا بالويف داش بالويف داش ثرو ما بتذبحين بس دمج دمج حلو أخذ حلو الداش باك يا عيني يا عيني الموف من تعين على الداش باك ترياء 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 استناه رماه بعدين على طول فنشه جالكسي فيلينج مسلف صراحة ها؟ فيلينج مسلف يعني
حاسس وعمره حاسس يا سوي ميكسر يا سوي كل شيء صح. قصدي اوه يا عيني سوى كراوتش على طول سوى فيها اب سماش. تشوف سعود بدا يتوتر بدا قاعد يشوف انه قاعد يحصل تراكشنز كثير. طبعا باوزر شخصيه توتر ايه باوزر لان شوف ما يموت صعب يموت هيفي 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 مره ويقدر يقتلك مره بدري. اوه الباكر بعد ما ذبح لين وصل 161 اه خلي نجتها نجتها كيف قاعده تنفع. اوه اوكي ليت كانسل بس سعود يرمي ينزجح الدمج هذا بنير واحد ايه هذا الكومبو بدينا داون ثرو اوه طلع منها كوك عشان كان على الارض طلع تف جاي عشان كان جراوندد طلع تف جاي وقدر ينط حلو صراحه من جالكسي انه عرف النقطه حلوة الفير الحين يخوف فير ثانية ولا افتل وقلت تروب قلت تسوى نير ما سوى باكير حلوة الدانتون مسكة نار الدانتون ما تذبح ما في هاي افتل استنى باك ثرو 160 خلاص مات ثرو تذبح اوه سويت بدأ توتو توتو هل نشوف الريفرس سويب او ان السعود يبدا يركز ويرجع للفورم اللي هو مسكها فيه صراحه الجيم بعد تحويل باوزر تغير كل شيء تغير كل شيء لان في كلاود كانت اوه دقيقه دقيقه وش قاعد يصير لا لا لا, لا. هذا سيريس هذا بيك هذا دونكي كوين حق سعود ساموس عاد معروض يعني في ميم من زمان على ال عند لا لا كل كويتي عنده دي كي كلهم عندهم دي كي الحين قاعد نشوف طلع الدي كي كاونتر بيك هيفي ضد هيفي رحنا بدينا من التوب تيرز وميتا بلاتينا ضد كلاود انتهينا بدي كي ضد باوزر قال له براويك منو الهيفي الاحسن اوه يا عيني على السايد بي استنى الاير دوج اب سماش والحين رجع الجيم ايفن مع ان السيد بدا افضل الباكر غير انت بالباكر جت على السويتش سوى سبوت حلو النزول نزل تحت جالكسي سبيس سوى لو ريكفري بعد من هذه الاب تلت ما تقتل كلهم هيفي الكارجو مكسب ما سوى ديها صح وانتبه الفيشر جالكسي صابر ماسك الشيلد والسادي تذبح ما تذبح ما تذبح هيفي هيفي ضد هيفي اوه لابير حلوة حلوة بس الابي عندها فيكسد شو اسمه فيكسد لانش ما يهم الويت حقك هي بتطير نفس الوقت وتكتب نفس الوقت على طول رد له بالباكير رد بالباكير وعنده الحين البنش اوه يا البيفت جروب وش ذا مارف هذا ميلي مارف هذا ميلي مارف عطى بيفت جراب من وين اخذ عليه 75 دمج الحين رد عليه اوه حاول يسوي له المكسب البنش لو ضربت كان يكون وايد دمج عاد وين موزه موزه لو شاف دي كي بيستانس الداونير خبطت بس جت سويت سبوت ومسكها جراب ايوه ينضرب لا ما ضرب ومسكها هل هذا تقتل ما تقتل ما تقتل ما جاب على البلاتفورم جاب على البلاتفورم كان ممكن تقتل الفاير بريث 192 الجراب حلو جراب هل بيموت معه نايس ماش اخبطه بس انه راح الجهه الثانيه لو انه كانت في لو كانت على اليسار كان مات كان فكره مات. حلوه مره من سعود بس انه الحظ ما كان حلوة. معه كان ورث الريسك بس اي ورث الريسك بس اي كانت فكرتها جدا حلوه صراحه بس انا ما ضبطت مع الاسف اوه حاول انه هي بالداون سماش على وفي سكند هيت في سكند هيت جالكسي سبيس ريفرس 3 او الباوزر بيك طلع من تحت من قديم طلع من القبر ورجع فيه صراحه والبليد فور باث بلايرز والبليد والبليد اخ جي جي اوكي هنا